نروح لي معايا على التليفون النجم الكابتن خالد قمر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر. كابتن خالد مشرفني ومنورني. حبيبي وحميد، ربنا يخليك، شرف ليا طبعا. حبيبي هداف، منورنا حبيبي ومشرفنا والله. ربنا يخليك يا حبيبي، تسلم لي، الله يكرمك. عايز اسالك في البدايه على خروج منتخب مصر واخد رايك كده في الشكل اللي بان بيه منتخب مصر في 4 مباريات، سواء 3 مباريات بتوع دور المجموعات او مباراه دور ال 16 بالامس. هو في الاول احنا كلنا كنا يعني كمشجعين او كلاعيبه كنا عارفين اللي هيحصل، يعني ان كان واضح من الاول الامور ما كانتش فيها استقرار. في لعيبه بصراحه كانت مش هقول ما تستحقش، بس كان في ناس تستحق ان هي تبقى موجوده. بالظبط. في لعيبه كانت مصابه وراحت، في حاجات كتير. فصراحه ما كانش فيه اللي هو ان احنا نبقى موجودين ناخد بطوله او نرجع يعني. فده اللي كان زعل الواحد او زعل الناس او الشعب كله، ان كان في حته كان فيها ظلم شويه. يعني انت شايف اصلا من بدايه الاختيارات مفيش عداله في الاختيارات بتاعه القائمه النهائيه، فبنى عليه اللي حصل ده كله. اكيد طبعا، معلش يعني انت واخد ناس مصابه، يعني في ناس، ده منتخب مصر مش فريق، يعني مش نادي، صحيح. ده منتخب مصر. فمنتخب مصر انت لازم تكون واخد الجاهزيه بتاعت اللعيب تبقى 100%. انت ما بتتعاملش مع 30 او 40، انت بتتعامل مع، يعني شوف كل نادي فيه كام لعيب، وكمان في لعيبه كتير كانت المفروض تبقى موجوده. فانت بتحسبها ازاي؟ انت بتحسبها ان انت دلوقتي انت واخد حاجه مثلا 5 6 لعيبه مصابه، يعني مصابين، وده منتخب مصر ومفيش وقت. فانت كنت لازم المفروض لازم تاخد اللعيب اللي هو الجاهز 100%. فده طبعا كان مأثر على المنتخب. وبرضه احنا في الاول وفي الاخر كنا نتمنى ان نبقى موجودين في الادوار النهائيه. شايف ان غياب صلاح مثلا بعد مباراتين لعبهم مع منتخب مصر، شايف ان المنتخب اتأثر من وقت اصابة صلاح؟ اكيد طبعا، هو صلاح لا غنى عنه. يعني انا الواحد بيسمع كلام كتير وصلاح ومصاب. بص صلاح، هو يعني انا مش عايز اخش في حته ان الاصابات والكلام ده، بس هو يعني هو ادرى واحد من الناس دي كلها، يعني من اي حد. هو شايف ان هو مصاب خلاص، في ناس لعبت. الصوت بيقطع يا كابتن خالد. طيب، اتمنى ان شاء الله يرجع لنا تاني مره تانيه الكابتن خالد قمر نكمل كلامنا معاه. فانا بتكلم عن معانا كابتن خالد. طيب كابتن خالد، ايه يا حبيبي، شكل الشبكه قطعت كده، كمل كلامك. بس والله هو فعلا صراحه كان مؤثر، يعني غيابه كان مؤثر في المنتخب. واكيد يعني احنا كلنا بنتعلم منه. وصلاح يعني طول ما هو موجود في الملعب بيدينا دفع كبير ان المنتخب ممكن يكسب في اي وقت. شفت ازاي يعني تجربه فيتوريا في امم افريقيا؟ راجل ما كسبش ولا مباراه وعمل ارقام كارثيه بالنسبه لمنتخب مصر في مشاركاته في امم افريقيا. ايه الراجل هو إيه اللي انت شفته كان سبب في النتائج اللي احنا عملناها دي؟ هو الموضوع كله غلط من الاول، يعني من الاول خالص. انت بتتكلم دلوقتي في ان انت يعني راجل ما كسبش، يعني زي ما انت قلت ماتشات، فاكيد في ماتشات وديه بتتعمل. يعني بصراحه الشكل كان باين من الاول. احنا يعني كجمهور مصري او كشعب مصري، ممكن معظم الناس كلها كانت عارفه اللي هيحصل. معلش يعني مين كان، لو انت اخذت البطوله يعني محدش كان يتوقع ان انت يعني تصعد تلعب نهائي، غير بقى بدعوات الشعب المصري كله. لكن هي المشكله من الاول، انت بالاول جبت واحد او واحد فني موجود محترم ومسك انديه ايا كان يعني. فانت شفته من الاول ما مشيش بشكل كويس، او ما عملش اللي هو التطور اللي هو اللي فيه. انت دلوقتي منتخب مصر بيلعب، ما بتحسش ان ده المنتخب، يعني ما فيش الحته اللي هي ان احنا يعني اللي هي بتاعت الكابتن حسن شحاته،
اللي هي الجيل اللي هو الجيل الذهبي اللي بيقولوا عليه، اللي هو 2008 2006 و2008 و2010، كان يعني كان بيبقى فيه متعة في اللعب. دلوقتي حتة انك انت بتتفرج على منتخب مصر مفيش الحتة اللي هي بتبقى انت قاعد متمتع بيها. بس شايف ايه الاخطاء اللي شفتها في منتخب مصر في الاربع مباريات دول؟ احنا كان الدفاع بتاعنا صعب جدا، انت اربع بص مباريات هو استقبلت 7 اهداف. اكيد طبعا يعني احنا هي في مشكله ان احنا عندنا يعني اللعيبه اللي بتلعب لعيبه كويسه ولعيبه محترمه واحسن لعيبه موجوده في افريقيا، بس احنا عندنا فعلا في بطء ورا. انا كانت وجهه نظري مثلا كلاعب كوره وفاهم، احنا كنا ممكن نلعب بثلاثه ورا، يعني مثلا بثلاثه ونلعب يعني في يعني مثلا ليبرو واثنين وثلاثه خمسه اثنين، فاهمني؟ وكمان في الحته الهجوميه احنا ما فيش تاثير، يعني صلاح مش موجود ما فيش تاثير، مصطفى محمد عمال بيكافح ويعمل ويخبط ويروح، وبرده في الحته ان انت بتطلع من الماتش مش مضيع لك مثلا 3 4 كور زي ما احنا متعودين. منتخب مصر بيبقى يعني كل الفرق بيبقى حاططها في نص الملعب الخصم، فانت مش موجود في الحته دي. فاحنا بنلعب يعني حته انك انت بتلعب كوره وكده، انا ما حسيتهاش، يعني ما حسيتش ان احنا عملنا حاجه، فده كان مؤثر علينا طبعا. طيب عايز اعرف بقى انت كابتن خالد، يعني ما ينفعش ما اسالكش على نادي الزمالك، انت بعد الزمالك رحت فين؟ عارف طبعا ان انت لعبت في اكتر من نادي بعد كده، بس قول لنا كده ايه اللي حصل لحد دلوقتي؟ لا طبعا يعني في الاول ببارك نادي الزمالك على امبارح، بصراحه دي الحاجه الوحيده اللي فرحتنا امبارح. بالظبط. فانا بص انا بعد الزمالك رحت سموحه وقعدت في نادي الاتحاد السكندري 5 سنين، وبعد كده ورحت انتاج حربي وطلع الجيش وجونه، وكان اخر حاجه السنه دي كان فريق، رحت فريق رايا، بس حسيت كده ان الامور مش مستقره او ما خدتش على الاجواء، ف يعني اعتذرت لهم وكده يعني. هتعمل ايه بس بقى؟ دي هتعمل كانت ايه في اخر الفترة حاجه. اللي جاية؟ هو بص يعني انا لسه والله ما خدتش قرار، بس انا مستني لو في حاجه كويسه السنه دي في ما فيش مشكله، لو ما فيش حاجه كويسه في اول السنه او السنه خلاص يعني كده الحمد لله انا راضي عن مسيرتي الحمد لله. يعني من 2005 يعني في حاجه ما حدش ممكن يعني ممكن ما حدش يعرفها، انا من 2005 لحد 2023 السنه اللي فاتت كل السنين جاي فيها جوين، يعني دي متهيألي ما حدش يعني عملها، بس الحمد لله انا راضي عن مسيرتي، جايب 76 هدف في الدوري الممتاز ما شاء الله. والحمد لله يعني، بس لسه حته الخطوه دي لسه ما خدتش قرار فيها لسه.